يعتبر موضوع تعدد الزوجات من الموضوعات المثيرة للجدل في عالم اليوم، ويختلف انتشار هذه الموضوعات حول العالم بحسب الثقافة والمفاهيم التقليدية السائدة، وتسجل أعلى معدلاتها في قارة أفريقيا، خصوصا في منطقة غرب أفريقيا. ولقد كان تعدد الزوجات أمراً متعارفاً عليه في بعض الحضارات السابقة كالفرعونية والفارسية والرومانية، وأيضاً في بعض الأديان الوضعية كالزردشتية، وفي بعض الأديان الإلهية السابقة للإسلام كاليهودية. ويخبرنا الكتاب المقدس أن العديد من أنبياء الله ورسله قد تعددت زوجاتهم، لا سيما النبي سليمان والنبي داود والنبي إبراهيم والنبي يعقوب عليهم السلام على سبيل المثال لا الحصر. على الرغم من كل ذلك، يقوم بعض المستشرقين الحاقدين على الإسلام بين الفينة والأخرى باتهام شخص الرسول صلى الله عليه وآله، محاولين بذلك الانتقاص من عظمته، لأن ذلك يؤدي إلى تضعيف الملتزمين بخطه وعقيدته ليدحضوا رسالته. ويتلخص هذا الاتهام في أن نبي الإسلام نبي الحرب والنساء، وأنه قد تزوج عدة نساء استجابة لطموحه الجنسي الجامح الذي كان يعاني منه. فمثلا يقول جوستاف ليبون: وضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساء. وذهب البعض ككول زيهر إلى القول أن بعض الروايات الصادرة عن النبي أمثال: إنما حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، تجعله بحق موضع اتهام خصومه الذين أخذوا عليه أنه لا يشتغل بغير النساء، مما لا يتفق وصفة النبوة. ومما لا شك فيه أن كل تلك الادعاءات والاتهامات فارغة وباطلة، فما هو السبب الحقيقي وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ زواج النبي صلى الله عليه وآله لم يكن غرضه هو هذا الغرض الجنسي الذي فهمه هؤلاء، إنما له أغراض أخرى. النبي صلى الله عليه وآله في ريعان شبابه تزوج خديجة سلام الله عليها، كان عمره 25 سنة، ثم بقي مع خديجة ولم يتزوج عليها أي امرأة. خديجة توفيت قبل الهجرة بسنة أو سنتين، يعني بقيت معه بعد النبوة 12 سنة تقريبا. فعندما ماتت خديجة كان عمر النبي صلى الله عليه وآله 52 سنة. الإنسان إذا كان شهواني وشهوته مفرطة، عادة الشهوة تكون قوتها في الشباب، نجد النبي صلى الله عليه وآله تجاوز مرحلة الشباب وتجاوز مرحلة الكهولة وكان مكتفيا بامرأة واحدة. بدأ التعدد من 53 وفوق، يعني ذهب مرحلة الشباب ودخل في سن الكهولة وبعد ذلك الشيخوخة. فالإنسان الذي يرغب في الشهوة أو اللذة عليه أن يتزوج في مقتبل العمر، مو لما يدخل ب53. تسع نساء، 10 نساء، 12، 14، على أقل تقدير لو كل زوجة تلد واحد فالمجموع 10 أو 14 أو 12، بينما نرى لم نرى لرسول الله من ولد. رسول الله ما عنده أولاد، فقط إبراهيم ابن ماريا. فلو كان رسول الله قد تزوج هذا العدد من أجل كذا لتعددت أولاده، لتعددت ذريته، والحال ما عنده ولا ولد من هؤلاء. بعد أن قمنا بالرد على شبهة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله تزوج لغرض الشهوة والعياذ بالله، سننتقل إلى توضيح الأسباب التي قام من أجلها صلى الله عليه وآله بتزوج عدة نساء. هو زوج
هو رئيس عشيرة، هو رئيس دولة، هو وزير دفاع، هو وزير تعليم، هو كل أول. إذا كانت المهمات بهالمستوى هذا، إذا لماذا هذا العدد؟ يا رسول الله لماذا تزوجت هذا العدد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله باستثناء زواجه الأول مع السيدة خديجة الذي كان بهدف تأسيس أسرة وإنجاب أبناء، بقية زيجاته كلها كانت لأسباب ولمصالح عليا. The Prophet for several reasons, social reasons, religious reasons, economic reasons, military reasons, had to marry several wives from various tribes and nations and even religions. بعض الدوافع السياسية لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله: اكتساب القوة ومن أجل ازدياد العضد والعشيرة، استمالة القلوب من أجل توقي شر المنافقين. ومن زوجاته اللواتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله لأسباب سياسية: جويرية بنت الحارث، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر بن الخطاب، صفية اليهودية، وماريا القبطية. Some of them, the Prophet had to marry them for some political reasons, to be able to get their families on his side. If he does not get them on his side, they are going to be troublemakers. And the Prophet was a stateman. He wanted to begin his nation, his ummah, his state, his community, and place it on solid foundations. So he had to deal with all these intricacies around him. أيضا من أغراض الزواج تأليف قلوب المنافقين، لأنه لماذا يؤلف القلب؟ لكي يؤمن شر هذا المنافق، طارة يؤمن شره بالمال، طارة بالجاه. عندما يحصل هذا الترابط والمصاهرة كأنك أعطيته جاه، فبهذه الصورة تأمن شره. هذا أمر كان جدا متعارف بين العرب. الآلوسي محمود شكر الآلوسي عنده كتاب بعنوان بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. هذا الكتاب ذكر فيه كل ما يتعلق بعادات العرب قبل الإسلام. عنده باب اسمه مقاصد العرب من الزواج، قال: لم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة حتى يرجع المنافر موانسا ويصير العدو مواليا، وقد يصير للصهر بين الاثنين ألفة بين القبيلتين وموالاة بين العشيرتين. بعض الدوافع الإنسانية والاجتماعية لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله: رعاية الأيتام، صون الأرامل والعجائز من المسكنة والضياع. ومن زوجاته اللواتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله لأسباب اجتماعية وإنسانية: سودة بنت زمعة، أم سلمة، السيدة أم حبيبة، وزينب بنت خزيمة. فالمرأة المطلقة إذا كانت فقيرة ولم تتمكن من الإنفاق على نفسها، ممكن بيت مال المسلمين يدفع لها من الزكاة. هذه إحدى الوسائل التي ابتدعها الإسلام للحفاظ على كرامة المرأة. لكن أحياناً وخصوصا قبل الانتقال إلى المدينة، النبي لا تنسون أسس النظام المدني في المدينة. قبل الهجرة إلى المدينة النبي بعد كان في مكة، ما كان يوجد نظام زكاة، وبالتالي
كان يضطر أحيانا من أجل أن يحفظ هؤلاء النسوة من الضياع كان يضطر هو يتزوجهم. المرأة ما كان ممكن تبقى بدون معيل، لذلك تشوف في المجتمع العربي المرأة ما كانت تبقى مطلقة، المطلقة تتزوج رأسا. ليش؟ أنه مو قادرة على أن تفي بوضعها بحق بنفقاتها، تضطر تتزوج. أحيانا تتزوج عدة أشخاص في حياتها تباعا يعني تواليا حتى تحفظ نفسها من الضياع. من إحدى الدوافع الدينية لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله إبطال بعض العادات الجاهلية وإحلال حكم الإسلام عوضا عنها. ومن زوجاته اللواتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله لأسباب أحكامية دينية زينب بنت جحش. زينب بنت جحش لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ تزوجها النبي ليقضي من خلالها على عادة وسنة جاهلية. ما هي السنة الجاهلية؟ كان الناس يعتبرون الابن المتبنى كالابن الحقيقي، فيرتبون عليه آثار البنوة. كيف؟ إذا مات المتبني الأب، هذا الولد يرث الأب. المشكلة الأخرى أنه يصبح كالمحرم، يسميه ابنه، فهذا يصبح كالمحرم يشوف أخته المزعومة بدون حجاب، هذا ما يجوز، هذا مو أخوها. هذا اللي كان يصير، لذلك الإسلام نسف هذا الأمر، قال ادعوهم لآبائهم. محمد بن أبي بكر رغم أن الإمام علي بن أبي طالب هو الذي رباه، بس ما سماه محمد بن علي بن أبي طالب، سماه محمد بن أبي بكر. نعم ما في إشكال تربيه طفل يتيم، ربيه مو مشكلة، بس ما تغير هويته، ما تغير اسمه، لأن تغيير الاسم والهوية تترتب عليه آثار غير شرعية. النسب، الدخول في النسب، الخروج من نسب آخر، الحصول على إرث غير شرعي، وقضية الزواج، قضية المحرمية، هذه كل الأمور تترتب.